السلام عليكم طلبتي الأعزاء، سنقوم في هذا الفيديو مع حل تمارين الأكتيفيتي ليونت 6 Natural Resources in Jordan، الموارد الطبيعية في الأردن. بسم الله نبدأ. Exercise 1. Complete the following paragraph about biofuels with the words from the box. أكمل الفقرة التالية عن الوقود الحيوي بالكلمات من الصندوق. One word is not needed. كلمة واحدة غير مطلوبة. الكلمات هي tidal مادي أي متعلق بالمد والجذر، abundant وفير، derived مشتق من، worldwide عالم الانتشار أو في جميع أنحاء العالم، biofuels وقود حيوي، primary أساسي أو رئيسي. 1. فراغ are fuels that are فراغ from living matter. نوع معين من الوقود هو وقود من كائنات حية أو من شيء حي، including plant material بما في ذلك مواد من النباتات and animal waste وفضلات الحيوانات. الكلمة المناسبة هنا biofuels، الوقود الحيوي هو وقود are derived مشتق من أشياء حية. 3. فراغ biofuels which are used for heating and electricity production. وقود حيوي والتي تستخدم للتدفئة وإنتاج الكهرباء، and secondary biofuels والوقود الحيوي الثانوي which are used in vehicles and industry والتي تستخدم في المركبات والصناعة. لاحظوا الجملة الثانية and secondary الثانوي، إذن الأساسي هنا ستكون الأساسي primary، إذن primary biofuels. فراغ production of biofuels from crops means using large pieces of land. شيء إنتاج للوقود الحيوي من crops. crops المحاصيل، يعني استخدام قطع ضخمة من الأرض. And therefore keeping less land for food production. وهكذا الإبقاء على أرض أقل من أجل إنتاج الطعام. إذا الإنتاج ماذا للوقود الحيوي؟ الإنتاج الأباندنت الوفير. إذا abundant production of biofuels from crops أي أن الإنتاج الوفير للوقود الحيوي من المحاصيل، يعني استخدام مساحات كبيرة أو ضخمة من الأراضي، لذلك تبقى لدينا أراضي أقل لإنتاج الطعام. إذا هنا abundant. People فراغ need to be careful with biofuel production. الناس فراغ يحتاجون أن يكونوا أكثر حذرا مع إنتاج الوقود الحيوي and be aware of its bad effects ويكونوا حذرين لتأثيراته السيئة على on earth resources على موارد الأرض. الكلمة هي worldwide. People worldwide الناس في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا حذرين مع إنتاج الوقود الحيوي وحذرين من تأثيراته السيئة على موارد الأرض. إذن هنا people worldwide. سنشاهد الإجابات مكتوبة. 1. Biofuels 2. Derived 3. Primary 4. Abundant 5. Worldwide. Grammar. Exercise 2. Correct the verbs forms in bold and write their correct form below. صحح أشكال الأفعال أو تصريفات الأفعال بالخط العريض واكتب تصريفهم الصحيح في الأسفل. Last week الأسبوع الماضي I had a job interview in a company that works to preserve natural resources. كان لدي مقابلة عمل في شركة تعمل للحفاظ على الموارد الطبيعية. The interviewer asked me if I have ever worked in that domain. المقابل الرجل الذي يجري المقابلة سألني إن كنت قد عملت سابقا في ذلك المجال. لدينا asked me إذن reported question. Have ever worked الماضي منها تصبح had ever worked. He also asked me whether I أيضا لدينا سألني reported question whether I know what kinds of tasks my job required.
ما نوع المهام التي تطلبها عملي؟ I know تصبح الماضي منها past simple. I knew. He then asked me if I have a specific salary in mind. ثم سألني إن كان في بالي راتب معين. Have الماضي منها had تصبح if I had. He wondered whether I will be able to work full time in the company. لقد تساءل إن كنت سأكون قادرا على العمل بدوام كامل في الشركة. Whether I will تصبح would be able. He also wanted to know whether I am planning to take this job as a career. هو أيضا أراد أن يعرف إذا كنت أخطط لاتخاذ هذا العمل كمهنة. Am planning تصبح was planning. سنشاهد الإجابات. 1. Had ever worked. 2. Knew. 3. Had. 4. Would be able. 5. Was planning. Exercise 3. Now, write the interviewer's questions from the paragraph in exercise 2. الآن اكتب أسئلة المحاور من الفقرة في التمرين الثاني. لدينا هنا The interviewer asked me if I have ever worked in that domain. علينا أن نحولها بالصيغة التي سمعها الشخص قبل أن ينقلها، أي حرفياً ماذا قال له المحاور. سنحول هذه الأسئلة من الريبورتد إلى صيغة الدايركت كويستشن. إذن التغيير في السؤال الأول كان في كلمة that، والتي يجب أن تكون this. في السؤال الثاني سيسأله هل تعرف ما نوع المهام التي يتطلبها عملك؟ عندما يوجه الكلام إليه مباشرة direct speech سيسأل بهذه الصيغة، فيقول Do you know what kinds of tasks your job؟ هو يخاطبه في وقتها مباشرة بالdirect speech فيقول له عملك. غيرنا هنا الضمير my إلى your. He then asked me if I have a specific salary in mind. تصبح Do you have a specific salary in mind? الرابعة He wondered whether I will be able to work full time in the company. فسيسأله Will you be able to work full time in the company? سؤال مباشر الفعل المساعد أولا ثم الفاعل Will you. الخامسة He wanted to know whether I am planning to take this job as a career. أراد أن يعرف إذا كنت أنا أخطط ولكن عندما يسألني هل سيقول لي هل أنا أخطط أم سيقول لي هل أنت تخطط؟ إذن are ثم الآن تصبح you. Are you planning to take this job as a career? سنشاهد جميع الأسئلة مكتوبة. 1. Have you ever worked in this domain? 2. Do you know what kinds of tasks your job requires? 3. Do you have a specific salary in mind? 4. Will you be able to work full-time in the company? 5. Are you planning to take this job as a career? Page 36. Exercise 5. Look at the words in the table. Complete the table with a noun, adjective, or adverb. لدينا هذه الكلمات هنا noun هذه الكلمة countability noun علينا أن نجد الصفة adjective المناسبة منها ليس المطلوب أن نضع الفعل وهنا لدينا reliant معتمد على علينا أن نضع كلمة ثانية تكون أيضا صفة وبالنسبة للاسم هناك أيضا كلمتان ويوجد فعل لنقرأ الإجابات معا لدينا الاسم accountability المسؤولية هي هنا noun الصفة منها adjective accountable مسؤول consequence نتيجة صفة منها consequent ناتج عن الناتج maintenance الصيانة maintained مصان maintain يصون
reliance الاعتماد reliability الاعتماد أيضا أو الموثوقية. الصفة منها reliant معتمد على reliable يمكن الوثوق به. rely يعتمد. comprehension الإدراك أو الاستيعاب لا يوجد لها صفة. الverb منها comprehend يدرك أو يستوعب. pollutant ملوث pollution تلوث. الصفة منها polluted ملوث والفعل pollute يلوث. exercise 6 choose the best word or phrase to complete these sentences. اختر الكلمة الأفضل أو العبارة لإنهاء هذه الجمل. 1. Earth has a finite and finished supply of fossil fuels, so we need to find alternative energy resources. الأرض فيها موارد محدودة أم منتهية من الوقود الأحفوري، لذا نحتاج أن نجد موارد طاقة بديلة. عندما نتحدث عن موارد نقول finite محدودة وليست منتهية، فالإجابة الصحيحة هي finite. 2. Your well-being and well-going is important, so you should look after yourself. Well-being صحتك، إذا صحتك أم well-going والتي لا معنى لها، هل هي ذهابك الجيد؟ لا معنى لها. إذا صحتك هامة، لذا يجب أن تعتني بنفسك، ف-well-being هي الإجابة الصحيحة. 3. The electric circuits in the school are consistently maintained and routine maintenanced. مصانة بشكل روتيني أم تصان باستمرار؟ هذه هي العبارة الصحيحة. consistently maintained. People must assume responsible and assume accountability for their actions. الناس يجب أن يتحملوا المسؤولية عن تصرفاتهم. نقول assume accountability. إذا أردنا استخدام responsible يجب أن تصبح responsibility. إذن accountability. لأن responsible صفة لا تأتي بعد assume. يجب أن يأتي اسم تحمل المسؤولية. 5. People are taking too many fish from the oceans. الناس يأخذون الكثير من الأسماك من المحيطات. And consequently and resulting there are not many left. وبالنتيجة لا يوجد الكثير المتبقي، لم يتبقى الكثير من الأسماك. إذا نقول and consequently بالنتيجة. Resulting بمعنى الناتج، نحن نريد بالنتيجة. إذا هذه الإجابة الصحيحة. 6. People are needing and reliant on fresh water. الناس يحتاجون أم معتمدين على المياه العذبة. Needing يحتاجون إلى، لا يأتي بعدها on. Reliant تأتي بعدها on. Reliant on معتمدون على. Reading Exercise 7. Read the article and answer the following questions. اقرأ المقالة وأجب عن الأسئلة. The African Wildlife Foundation يرمز لها BAWF مؤسسة الحياة البرية الأفريقية. Is a non-profit organization هي منظمة non-profit غير ربحية. That works for the conservation of the communities, lands and wildlife of Africa والتي تعمل على الحفاظ على المجتمعات الأراضي والحياة البرية لإفريقيا. It has many offices throughout Africa لديها العديد من المكاتب عبر أفريقيا. And its projects aim at ensuring an everlasting future for the African people. ومشاريعها تهدف لضمان مستقبل دائم everlasting دائم للشعوب الأفريقية. The organization has been training hundreds of Africans in conservation. المنظمة كانت تدرب مئات الأفارقة في عمليات المحافظة التي ذكرناها سابقا. And has been working closely with law officials. وكانت تعمل بقرب مع مسؤولي القانون to increase penalties on hunters, especially those who hunt endangered animals. كانت تعمل عن قرب مع
مسؤولي القانون لزيادة penalties الغرامات على الصيادين، خاصة الذين يصيدون الحيوانات endangered المعرضة للخطر. AWF earns millions of dollars through funding. هذه المنظمة تكسب الملايين من الدولارات عبر التمويل، أي أن هناك أطراف تمولها. Thanks to donors who appreciate the organization's selfless mission. Selfless غير أناني. Mission مهمة. إذن الفضل في ذلك أو الشكر يعود لdonors المتبرعين الذين appreciate يقدرون مهمة غير أناني أي نكران الذات. إذن مهمة نكران الذات للمنظمة and contribution to the preservation of Earth's natural resources والمساهمات للحفاظ على موارد الأرض الطبيعية. السؤال الأول: How do you think AWF trains African people in conservation؟ كيف تعتقد أن هذه المنظمة تدرب الناس الأفارقة للحفاظ على البيئة؟ هذه الإجابة متروكة لكم، سواء رأيكم الشخصي أو إجراء أبحاث عنها. 2. How does AWF contribute to the preservation of Earth's natural resources؟ كيف تساهم هذه المنظمة في الحفاظ على موارد الأرض الطبيعية؟ الإجابة: The organization works for the conservation of the communities. المنظمة تعمل على الحفاظ على المجتمعات lands الأراضي and wildlife والحياة البرية في أفريقيا. It trains people in conservation and works to increase penalties on hunters. إنها تدرب الناس على الحفاظ على البيئة وتعمل لزيادة الغرامات على الصيادين. 3. In what way do you think you can help AWF in its mission? بأي طريقة تعتقد أنك تستطيع مساعدة هذه المنظمة في مهمتها؟ كإجابة مقترحة يمكن أن نقول: We can help AWF in its mission by raising money at school and donating it to the foundation. نستطيع مساعدة AWF في مهمتها عن طريق جمع المال في المدرسة والتبرع به للمنظمة، or preparing a big poster about the foundation. أو تحضير ملصق كبير عن المنظمة and putting it up on the school notice board ووضعه على لوحة إعلانات المدرسة so that all the students know about AWF and support it بحيث أن جميع الطلبة يعرفون عن هذه المنظمة ويدعمونها. Page 37 Reading Exercise 9 Read this description of a line graph. اقرأ هذا الوصف لخط رسم بياني. What does the graph show? ماذا يظهر الرسم البياني؟ In January 2012 CE, oil in Jordan was selling at $66 per barrel. في كانون الثاني من العام 2012، النفط في الأردن كان يباع بسعر $66 للبرميل. Barrel, برميل. Then it rose to $72 in February. ثم ارتفع إلى $72 في شباط. Between February and May, بين شهر شباط وشهر أيار, the price rose from $72 to $105. السعر ارتفع من $72 إلى $105. Between May and June, the price remained the same. بين شهري أيار وحزيران السعر بقي كما هو. Then in July, ثم في تموز, there was a drop in price by $17. كان هناك انخفاض في السعر بمقدار $17. In August, the price rose to $90. في شهر آب السعر ارتفع إلى $90. It rose again in September to reach $99 in October. ارتفع ثانية في أيلول ليصل إلى $99 في تشرين الأول. From October to November, من
تشرين الأول إلى تشرين الثاني there was a slight drop in price by $4. كان هناك انخفاض طفيف slight طفيف في السعر بمقدار $4. It fell again by $5 between November and December. وانخفض ثانية بمقدار $5 بين تشرين الثاني وكانون الأول. إذن السؤال كان ماذا يمثل هذا الرسم البياني؟ الإجابة The graph shows the pattern of the prices of oil in Jordan through the year 2012 CE. الرسم البياني يظهر نموذج أو نمط لأسعار النفط في الأردن خلال العام 2012. Exercise 10. Answer the following questions about the description by calculating the exact prices and amounts of oil. أجب عن الأسئلة التالية عن الوصف عن طريق حساب الأسعار الدقيقة والكميات للنفط. Use full sentences. استخدم جملا تامة. 1. By how much per barrel did the price of oil rise between February and May? بكم بالنسبة للبرميل ارتفع سعر النفط بين شباط وأيار؟ الإجابة The price of oil rose by $33 per barrel between February and May. إذن سعر النفط ارتفع بمقدار $33 للبرميل بين شباط وأيار. أصبح السعر 105 وكان 72. عن طريق الطرح نستنتج أنه ارتفع بمقدار $33. 2. What was the price of oil in Jordan in July? ماذا كان سعر النفط في الأردن في شهر تموز؟ الإجابة The price of oil in Jordan in July was $88 per barrel. سعر النفط في الأردن في شهر تموز كان $88 للبرميل. كان السعر في الشهر الذي قبله شهر أيار 105 وأخبرونا أنه حدث انخفاض بمقدار $17. إذن أصبح 88. 3. What was the price of oil in October? ماذا كان سعر النفط في شهر تشرين الأول؟ The price of oil in October was $99 per barrel. سعر النفط في تشرين الأول كان $99 للبرميل. 4. What was the price of oil in November? ماذا كان سعر النفط في تشرين الثاني؟ الإجابة The price of oil in November was $95 per barrel. كان السعر في تشرين الثاني $95 للبرميل لأن السعر في أكتوبر كان 99 وشهد انخفاضا بمقدار $4 أي 95. 5. What was the price of oil in December? ماذا كان سعر النفط في كانون الأول؟ The price of oil in December was $90 per barrel. سعر النفط في كانون الأول كان $90 للبرميل. في شهر تشرين الثاني كان 95. ثم انخفض ثانية بمقدار $5 فأصبح $90. 6. By how much did the price of oil rise between January 2012 CE and December 2012 CE? بمقدار كم ارتفع سعر النفط بين كانون الثاني 2012 وكانون الأول 2012؟ أي من بداية السنة حتى نهايتها. الإجابة The price of oil rose by $24 per barrel between January 2012 and December 2012. إذن السعر ارتفع بمقدار $24 بين كانون الثاني 2012 وكانون الأول 2012. كان السعر في بداية العام $66 وفي نهاية العام أصبح 90، أي أنه ارتفع بمقدار $24 للبرميل. Exercise 11.
Some of the exact figures in the graph have been missed out. بعض الأرقام الدقيقة في الرسم البياني تم تفويتها. Complete it as needed. أكملها كما هو مطلوب by reading the description in exercise 9 again. عن طريق قراءة الوصف في التمرين التاسع مرة ثانية. Then join the points on the graph to create a line graph. ثم صل النقاط على الرسم البياني لتنشئ خطاً بيانياً. Read the description again. Does it match your graph? اقرأ الوصف ثانية. هل يطابق رسمك البياني؟ بعد وضع جميع الأرقام على المخطط البياني ووصل النقاط، يصبح لدينا الرسم البياني بهذا الشكل. Exercise 12. What is the general trend of the graph for the year 2012 CE? ما هو الاتجاه العام للرسم البياني للعام 2012؟ Justify your answer in one or two sentences. برر إجابتك في جملة أو اثنتين. الإجابة: The general trend is rising. الاتجاه العام هو الارتفاع. Because in most of the months, the price of oil increases. لأنه في معظم الأشهر سعر النفط يزداد.